يعني نقول ان هو يليق باسم يعني الجيش والمصر والدفعه 54 حربيه طبعا. ودعوه هو مجلس اداره النادي الاهلي دعوه طبعا كريمه منهم بنشكرهم عليها. وزي ما انت شايف يعني يمكن في لفيف من الكبار الاسر القيادات الجيش طبعا في اسر زي ما راح انور السادات وزي ما راح الجنرال عبد الناصر وفريق سعد الشاذلي ومش عايزين طبعا ننسى حد يعني. فلفيف الحمد لله وطبعا لفته طيبه انه يكون دعوه للنادي الاهلي بصفته وبدوره كمش مؤسسه رياضيه فقط كمؤسسه قدمت خدمات وطنيه كتير وقدمت خدمات للبلد في مختلف المجالات والدعوه جت على اساس ده. انا اكيد شيء احنا بنفخر بيه ودي اقل حاجه دايما الناس اللي ساهموا لحاجه لبلدهم ويدوا حاجه لمصر يكون اقل حاجه ليهم تكريم ولو معنوي. يعني الرياضه هامه جدا في يعني في رفعه وفي تقدم اي دوله. يعني انت ما فيش اي دوله لو تبص على الدول المتقدمه كلها هتلاقي الرياضه ده عنصر هام جدا جدا لان الرياضه دايما فيها تهذيب للنفس ودايما فيها تواصل ما بين الناس بشكل محترم وبشكل جيد ودايما بتحس على الاخلاق وبتحس على التعاون والروح الرياضيه وكلها الحقيقه يعني امثله بتحس على 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 اخلاقيات. فعشان كده يعني هي نموذج لرفعة الدول وياريت احنا ان شاء الله في مصر يعني عندنا عناصر كتير مشرفة رياضية واتمنى تزيد اكتر. بنحيي دفعة 54 حربية. الدفعة زي ما عرفنا جوه هي اللي يعني دخلت في شهر يوليو التحقوا بالعسكرية في شهر يوليو 67 يعني بعد شهر واحد من النكسة وكانوا عارفين الظروف اللي البلد فيها وتخرجوا سنة 69 يعني كانوا عارفين ومقدمين نفسهم وأرواحهم لبلدهم لتحرير وطنهم وكفاحهم وعزيمتهم هي اللي حققت الانتصار مع قادتهم قادات القوات المسلحة الراحلين والأحياء منهم. بنحييهم جميعا بنحيي قواتنا المسلحة ليها منا كل التحية وكل الشرف. بنعتز بوجود قواتنا المسلحة اللي هي درع وحماية لوطننا جميعا. النادي الأهلي كمؤسسة وطنية بيفخر أنه يكون متواجد في مثل هذه الحفلات ومثل هذه الاحتفالات بالدفعات القديمة والحالية. النادي الأهلي نادي وطني نادي قايم على الوطنية وقايم على الكفاح الوطني. فلما تجيله دعوة لتكريمه من دفعة 54 بمناسبة اليوبيل الذهبي لتخرجهم شرف لينا ان احنا نبقى متواجدين ما ينفعش نتأخر عنهم. يمكن مجلس الإدارة مش بالكامل قدر يحضر النهاردة لأكثر من ظرف. يمكن كابتن محمود الخطيب ما قدرش يحضر لظروفه الصحية. في أغلب أعضاء المجلس راحوا فاينل أفريقيا للطائرة بنات. النهاردة مجموعة بسيطة جت وحضرت لأن ده واجب علينا. ياريت دايما نحتفل بأبطالنا ونكرمهم ونقول لهم شكرا على ما قدموه لبلدهم لان ده النموذج اللي نحب يبقى موجود في بلدنا وده النموذج المحترم اللي احنا دايما بنفتخر به بعيدا عن اي اشياء اخرى. طبعا انا بقول لهم كل سنه وانتم طيبين. الاحتفال باليوبيل الذهبي ده طبعا مناسبه مهمه جدا واجمل ما فيها طبعا ان الدفعه كلها بتتقابل بعد السنين دي كلها. انا بالنسبه لي اول مره بشوفهم بس حاسه بيهم. دول كانوا دفعه سنه 69 يعني وقت حرب الاستنزاف وقبل حرب اكتوبر. ف يعني زي ما تقول دي دفعه لها قيمه جدا في التاريخ العسكري المصري. طبعا انا اوريدي جيت من بدري وشايفه انهم مبسوطين انهم يقابلوا بعض وكده. دايما الدفعات دي القديمه بتبقى مثل أعلى للدفعات الجديدة لأنهم جم في أوقات صعبة وعصيبة بالنسبة للبلد. حاجة جميلة. أنا الحقيقة الدفعة بتاعتي احتفلت بالخمسين كمان سنة مع كلية الاقتصاد وكان يوم جميل كلنا تقابلنا لأنه في بعضنا ما كانش بيشوف بعض قبل كده.
طبعا الرياضة لها دور كبير جدا في تعزيز الانتماء. إذا كنا احنا بنخش الجيش زمان واحنا شباب وكنا بننصهر كلنا كمصريين في بوتقة الجيش، أعتقد أن الرياضة ممكن تقوم بنفس الدور، أنه الشباب المصري ينصهر أيضا في تأييد الفرق الرياضية الخاصة به وتشجيعه بشكل يعني في سمو وفي أخلاق رياضية لازم نحافظ عليها باللقاط. وبالتالي دور الرياضة ده أمر مهم جدا، ومن شأنه أنه هو يدفع بالأمم إلى الأمام. والرياضة زي ما انت شايف حضرتك دلوقتي أصبحت صناعة يمكن كمان مهمة، ممكن يعني تدخل مدخلات إلى الاقتصاد الوطني عندما يحسن إدارتها بشكل يفيد الدولة نفسها. أقول أن مصر بخير، ومصر لا تنسى أبطالها، وأبطالها لا ينسون يعني تلاميذهم اللي هم الآن في مناصب قيادية، وبالتالي علينا أن احنا فعلا نتكاتف، وهذا التلاحم أنا أعتقد أنه مهم جدا للمجتمع المصري في المرحلة الحالية.